خليني بقى ابدا معاك بمباراه امس معلش، وفكره هنا لان هاخدك للرايين. اوكي، خلينا نعرض كل اوجه النظر واشوف انت بتميل لاني. البعض امبارح شاف ان اداء الاهلي كان متوسط وكان ممكن ان هو يحسم يعني المباراه في الدقائق الاولى زي ما كان عندنا من غير ما يدخل فينا اي جوال، والبعض قال لك لا في كان مشكله عند الشناوي، الراي الثاني بيقول لك لا كان في مشكله عند الشناوي ولا كان ادائنا متوسط، احنا لعبنا مباراه زي ما تستحق، ما كانتش محتاجه مجهود اكتر من كده، انت كده كده رايح والتاهل الى حد ما بنسبه كبيره انت كنت يعني حاصل عليه، فبتميل لانهي وجهه نظر؟ انا شايف انه الاهلي بدا المباراه بشكل جيد جدا، بادر يعني بالضغط العالي على فريق وفاق الصيف، وقدر ان هو يحقق هدف في بدايه المباراه يمكن في الدقيقه 2 تقريبا من بدايه المباراه. كنت امل انه يستمر الاهلي بالشكل ده كنوع من الـ من الـ من المعنويات العاليه للفرقه قبل مواجهه الوداد في النهائي. يمكن باقي اسبوعين على المباراه، لكن ده طول الوقت انت في بطوله افريقيا بتربط المباريات ببعضها، مع نهايه اخر مباراه لعبتها محقق نتيجه ايجابيه بشكل جيد. الفرق اللي موجوده في دوري الابطال فرق كلها جيده، ولكن الاهلي حاجه مختلفه تماما. الاهلي عنده شخصيه مختلفه خالص، عنده اهداف مختلفه خالص، عنده طموحات مختلفه خالص، عنده امكانيات وقدرات للاعبين واجهزه فنيه واستقرار نادي على اعلى مستوى، عنده جماهيريه كبيره جدا، عنده دوافع. يمكن الشخصيه اللي انت بتتكلم عليها كابتن احمد هي دي اللي نهاوند بتتكلم بموجبها، ان في ناس قالت لك لا ده في تراجع ملحوظ، بين قوسين كده لا يتماشى مع شخصيه النادي الاهلي. هو بالفعل حصل تراجع، انا ممكن كنت هرجع لدي، حصل تراجع بعد الهدف ده، حس لعيبه النادي الاهلي بان المباراه سهله، بالذات انه في اكتر من 10 دقائق او ربع ساعه الاهلي متسيد المباراه بشكل جيد جدا بعد الهدف كمان، فده ادى انطباع للاعيبه الاهلي انه المباراه اوكي خلاص، مباراه على الهادي جدا، مباراه رتم اهدى بقى بالرتم، مش ضروري اعمل مجهود كبير، عندي مباراه في الدوري، عندي خلاص انا وصلت للهدف اللي انا عايزه او التارجت، ان انا كسبان على ارضي 4 وجيت هنا كسبت 1-0. للاسف مع المباراه بدات او مع سير المباراه بدا فريق وفاق الصيف ان هو يرجع تاني او يعود تاني للمباراه، وبدات الحماسه شويه مع الجماهيريه والارض وانه برضه فريق مش قليل وفرقه ند للنادي الاهلي او فرقه ند في البطوله ووصل قبل النهائي، ففريق عنده برضه امكانيات وعنده قدرات بالزبط. قدر يرجع عندهم اتنين لعيبه قدام بن عياد ده وجابوا اتنين لعيبه جيدين جدا جدا، بيقدروا ينقلوا اللعب بشكل كويس، يعني هم بيقدروا ينقلوا اللعب بشكل كويس. انا شايف ان الاهلي ادى مباراه على قد حجم المباراه، هو ما طلعش كل طاقته او 100% من طاقته، هو طلع على قد اللي انا محتاجه واحتياجاته من المباراه، وانا شايف انه ده برضو يعني بيميل لبعض المدارس في الكوره، انه مش ضروري انا اجهد لعيبتي قوي ما دام انا خلاص الموضوع بالنسبه لي. وعلى فكره الوداد عمل كده، يعني الوداد برضو ما كانش بيلعب هي مدارس مدارس يعني، ممكن واحد يقول لك لا انا لازم انا عايز نتائج، انا ماليش دعوه انت طلع اقصى حاجه وهات لي نتائج، يعني هات لي نتيجه بالظبط للتاريخ زي ما حضرتك قلت. ممكن في ناس بتبص لها ان انا عايز التاريخ بتاعي يبقى مثلا نضاف له مكسب جديد، نضاف له يعني سكور عالي حاجه كده بالظبط. فانا شايف انه لكن الاهلي قدم مباراه، خد منها اللي هو محتاجه، صعد للمباراه النهائيه، بنبارك له طبعا، ان شاء الله يعني تكون مباراه الوداد اخف كمان من مباراه وفاق الصيف ان شاء الله. انا شايف انه الاهلي لو خد المباراه بجديه وبشخصيته اللي احنا متعودين عليها او اللي عهدناه عليها، انا شايف ان الاهلي هيعمل مباراه كبيره جدا. نادي الوداد فريق جيد ومنظم، ولكنه مش الفريق المرعب او الفريق اللي هو بقيمه النادي الاهلي. النادي الاهلي في المواقف الصعبه دي بيظهر بشخصيه غريبه جدا، يعني بيظهر فعلا بطل، يعني بيظهر فعلا، بالذات ان انت عندك كمان البطوله دي ليها طابع خاص، يعني البطوله دي هتبقى الثالثه على التوالي، هتبقى ال11، هيبقى ليها دوافع تانية عند اللعيبه داخليا ودوافع كمان خارجيه ان انت عايز تفرح جماهيرك يعني. فانا شايف انه بتعمل يعني الخطوات اللي اتاخدت لغايه دلوقتي كلها ماشيه في نفس السياق بالظبط. انا بتعمل كمان، هو الاهلي واخدها في اتجاه ان انا بعمل ريكورد، يعني او بعمل حاجه برضو للتاريخ، يعني بسجل حاجه لشخصي او لكياني، لكيان النادي الاهلي. فانا شايف النادي الاهلي هيقدم مباراه كبيره،
بالذات ان النادي الاهلي لما بيتحط تحت ضغوطات او يتحط ان هو يحس ان هو في حد على محك يعني. على محك او حاجه بيظهر بشخصيه مختلفه. كمان حته ان هو يتلعب المباراه على ملعب ده ملف ده عايز لسه يعني ده انا بتكلم في الحته دي كمان. دي بتدي دوافع اقوى للنادي الاهلي كلاعبين مش العكس بالظبط بيدي دوافع اكتر للاعبين. يعني انا ايام ما كنت بلعب كوره كنا لما بينطرد مننا لعيب او نحس ان احنا في حد جاي علينا او حد او احنا ناقصين حاجه معينه ودي تعتبر النادي الاهلي ناقص حته تكافؤ الفرص او الانفير او انه ما فيش عداله في القرار ده ان انت بتلعب على ارض حد تاني منافس ليك او خصم ليك وبتلعب على ارضه في مباراه نهائيه المفروض ان هي تكون على ارض محايده تماما. ولكن بصرف النظر عن النادي الاهلي عودنا طول الوقت ان هو بيقدم حاجات احنا ما بنتوقعهاش دايما وفي المواقف الصعبه دي بتبان شخصيته بشكل كويس.